البرنامج هذا ممنوع لأعمارهم أقل من 12 سنة. كما قلت لكم من اللول عيط الباش حامبا وقال له برا جيب لي يفعى يلي فيها قابل تقتل ألف راجل في لسعة واحدة. قال له حاضر يا سيدي. في ظرف جمعة جي ومعاه جنس هامة ضربتها ما فيها دواء كيف يلي سميوها ديجرجة من جهة قفصة والهمامة. هيا يا سيدي يلبيت اللي يقعد فيها السلطان فيها مرفع داير على ثلاثة حيوط وفما نقوله بوكي في التحفة محطوطة فوق المرفع ارمي وسطها لفعة وحط معاها ورقة مطوية ونادى للوزير. جاك الوزير صباح الخير الضحكة في فمه طالعة. قام السلطان وقال للوزير اقعد وبداو يحكيو على شؤون المملكة ومنها قال السلطان يا الوزير ريت هاك المزهرية ذيكا فيها ورقة مكتوب فيها تو تلقى فيها المكتوب. قام الوزير وهو قصير طلع على الكرسي وطلع عليه باش يلحق للمرفع. لكن الوزير راجل كبير والصحة على قدها يتراهوج ويجي طايح مفروش على القاع وساقه مسكينة تكسرت. قام هيك السلطان قال له ان شاء الله لاباس يا الوزير. قال له ذاك اش كاتب دفع الله ما كان اعظم. وقتها السلطان رجع له شاهد العقل فطن اللي هو غالط وقال الله الله عليك يا وزير الزمان اليوم فهمت هالكلمة من الجملة اللي ديما تقول فيها دفع الله ما كان اعظم. اليوم يا الوزير ربي يدفع عليك ما كان اعظم خاطر كان وصلت لهك المزهرية ودخلت يديك فيها راك الان من عدات الموتى. وقال له سامحني يا وزير وعلاله من قدره ولا هيك الوزير وين نحطك يطبق الورد كلمة لا تترد. هيك عليه نصيحتي ليكم اليوم اعمل الخير وما تندمش. Yeah.